السلام عليكم، معكم كابتن جاكسون. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اقوى طرق الوقايه لفيروس كورونا والفيروسات العامه. اقوى عنصر لتقويه جهاز المناعه وقتل الفيروسات اللي في الجسم مثل فيروس كورونا هو فيتامين سي. ممكن تاخده عن طريقين، قشر الليمون وقشر البرتقال، او تشتريه من الصيدليه فوار تاخده في نص كوبايه ميه. تاني حاجه هنتكلم فيها لتقويه جهاز المناعه هو التوم. طريقه استخدام التوم، هتجيب فصين توم تقطعهم كويس وتشربهم بنص كوبايه ميه على الريق. اخر حاجه واهم حاجه هنتكلم عنها النظافه الشخصيه، لازم تغسل ايدك بنسبه كحول لا تقل عن 70% وارتداء الكمامه في الاماكن المزدحمه. والاستغفار يا جماعه بيقينا من اي حاجه في الدنيا. بس كده احنا خلصنا خلاص الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، فعل الجرس عشان تشوف الحلقات اللي فاتت وتتفرج على الحلقات اللي جايه. السلام عليكم.